اللي انتوا بتشوفوه ده واللي انا بتحرك فيه ده، ده حلم انا حلمته من سنين طويله فاتت. العشوائيات اللي انتوا بنحلها دي، قلت لا يمكن يبقى في ناس تبقى مرميه في الشوارع كده. المدينه هنا جميله، واول ما استلمت الشقه انا يعني فرحت بيها جدا. جيت لقيت كل حاجه كامله في الشقه، ما لقيتش اي حاجه ناقصه. كنا بنعاني من الزباله، كنا بنعاني من المدابغ، كنا بنعاني من كل حاجه. الوضع هنا كنت تخاف بالليل لما يقلب لما بنتي تخرج، يعني تقريبا كنا عايشين هناك في قلق على طول علشان خاطر البلطجه. الحمد لله ربنا عوض صبرنا خير. كانت حته اوضه واحده، ربنا رزقنا بمطرحين وصاله ومطبخ. شقه بعفش بفرش، باب مقفول عليك، ليك خصوصيتك جواها لوحدك، حياتك لوحدك. صندوق تحيا مصر ان شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم، عاملين لنا محو اميه، فانا جيت عشان اتعلم وافيد اولادي. لا شك ان بناء الانسان وتنوير العقول وتكوين الشخصيه على اسس سليمه يعد المحور الأساسي في أي جهود للتقدم وتنمية المجتمعات.